السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفتي يا غيماي إيقاياها بضن سود واد وأصحاب ولكن مسكين عاود قبرتين برامشتي سود واد أصحابتي إذا شرفتي يا غيماي إيقاياها بضن سود واد أولا مسكين عاود قبرتين برامشتي سود واد سود واد سود واد دنيا دعلا ذا ميرو الباك جوكتين سود واد سود واد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود واد سود واد سود واد سود واد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود واد سود واد سود واد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفت قيمة غاية أبدا وللكين مسكين عاود قبرة تمرة مشت هي الملو بدنودي على ذا كجكتين محمد دخ عبدي علي محمد يوسف ممانتين حج موسى حج موسى ما أنت وجهه حج موسى لو أصحابتي إذا شرفت قيمة غاية أبدا وللكين مسكين عاود قبرة تمرة مشت هي قضاب بضن وحساسي أيها يدو إلى هنا قضاب بضن وحساسي أيها يدو إلى هنا سود هذا من أول بعد دنيا دعالة ذاك الجوتين هذا يدور كوتا هذا يعصر كوتا هذا يمغرب كوتا هذا يعيش كوتا هذا يصلى الصبح كوتا لما أنت وعين لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينب صباح يا قطاي صباح وأنا أحسن سينب أنا دور إنه قطاي وهم أحسن تاي سينب سودو حجموس سودو رمانتين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضبضة ومهم هذا كبعدي قضبضة ولا كرقاضية ولا كرقاض غادية ضدكم وحنا قاعد صارين إن قضبضة وكرقاض غادية ندو إلى هذا أنا ضدك تاجر ياش عن حكومة وما صنعت داير تنكي أبتي قضبضة وكرقاض غادية دون ندو إلى هذا وحن قضبضة أما صير ضدكم نوفى أمان ما دام أمور بحنا وديارنا إنه قفل بوحنا عبدي حكيم عدي هلام علي وكوجل أوراكي حاج موسى تنكي حاج موسى تنكي في ذوق على الشرقري حاج موسى دوك يراد في ذوق على الشرقري وين الشرقري قضى بضوا كلا قاد قادنا قضى بضوا إن محيك سابسين الشيسكي دولة الصومالي كين يكلا سيحدين هوركين ياتو إيه محمد عبد الله فرماجو ويك وقت ماضي السيل وجر السيل كونتينيو وجر وجر لمحرن وجر السيل يوزن وجير ذا بيبل صومالي استيل وحي اي يوز جرينيان انا ومده الصوماليه دينا سيف عن وش يقرا لهذا استيل وجير وفرنت ولا محل بالوركي يسفع ونريز تاسوا قضب كوات قضب كلابات محو نقن دونا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبدي ابراهيم احمد شراء حسن مدي عبد الناصر بمانتين سود وادو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضب هذا واحد أساسي تليها بوليس كالصوماليات تليها بوليس كالصوماليات أحمد علي أحمد وحوش شاقي إنكيسكي ألمص بارثانو كسعود وكلو ذاكرة الدو إلى هنا قضب هذا وابدين قضب هذا وقف الباء موضوع عيس موضوع خلكم من أحد درم وحوكسها بسيني هاي ولكن يشيس كذا ما دغن قلين تلياه بوليس كه الله حاويره هذا الشيء بروك يقسم عن ريس شيخ أمل علماء دي قبل كبنادر كسر جيستين إنه بنام محاضرك قبته قبل كبنادر وزير القضيجة هو هذا الشيء وزير القضيجة ووزيرك بل يرد يراه أيضا واحد الشيء قال بلا صوت نوا كلا قاد قادة دون الدو إلهي هذا وما سنتاي محمد سد هذا وما سنت اي ثانك يو ثانك يو مركه وعربه قف والبا ان انا لو داغنو عبد الحسن وما سنت اي ثانك يو ثانك يو ولكن يعني وانا مركه قف والبا او سوماليت ان انا كلا قاد قادنو برامجين كينيو مدغن غلين شيزكي اي مدحوينها الصومالي لا قشي مدغن غلين مدغن غلين وهذا غاتا ان كينيو الصومالي اي دبا تبدن كويس ولي إذا ما ذا قرآن كي سماه ما دمين ما بنيني بالورك يسفع نيس نيروبي إني أحمد ذبي أو شيء ورهاص أو عشقة إن ورك ياتو مع عبد الله فرماجو وكله اللي إن أحمد ذبي كسماه كين دونه ونكون قن عند دونه and sorry نيروبي وهالكاس ما دحين ورك ياتو يا أحمد ذبي كل ميدونه بالورك يسفع نيس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين رب الدنيا دع لذا كجكتين محمد بارون يا أحمد شراء إسماعيل سود وهذا سود وهذا سود وهذا وما سنتها ولا كي معاني
xaaladda muqdisho waa fiicantaha wax dhibaataa ma jirto waxaan ka codsanayaa fiidiyoga sheergareya horta qodobadu waa inii kala qaad qaada hadda qodobo laysku dhex dari doono hadda ma jirto qodobo laysku dhex dari doono qodob walba mawduuciisa u dirina hurikan yatu iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo heshiiskoodii weli ma dhaqan gelin wiigna waa dhammaaday madaxweyne hurikan yatu wuxuu sheegay in wiig lagu soo afjarayo lagu xiri doono hadduu ilaah yidhahdo wajeer kismaayo ciidamada dowladda lagu wareejin doono cilaaqaadkii labada safaarad la furi doono waxa aasoo dhan weli wax ka hirgala ma leh xogayaha ama agaasimaha duulista iyo hawada ee dalka kenya cabri jiblis nin la leeyahay cabri jiblis nin la leeyahay oo kenyati wuxuu sheegay in aysan waraaqad soo gaarin dowladda ka socota oo toos diyaaradaha nairobi iyo muqdisho ay tahay marka taas waxay ku caddaynaysaa inuu heshiisku ahaa heshiis iska sheeka heshiis iska sheeka inuu ahaa oo maadsantii teki marka huru kenyatu arrintiisa waa sidaas oo weli dhaqankii maxamed cabdullaahi farmaajo ma hirgelin waxaan rabaa inaan haddana arrinta kale ee magaalada muqdisho haleynta ugu badan ka taagan sheekh umul iyo culummadii gobolka banaadir waa isku dhaceen waxayna sheegeen inuusan muxaadaro magaalada muqdisho ku qaban karin khilaaf ayaa ka yimid khilaaf iyaka dhexdooda waa annaga khilaafa ognahay maleh khilaaf culummada dhexdooda waaye sheekh samo waa hadlay waa diiday wuxuu sheegay inuusan magaalada muqdisho ku qaban karin wax muxaadaraha isagaana mas-uul ka noqon doono wixii meeshaas ka dhaca culammadii soomaaliyeed wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaada soo dhawaada hodan adna leyla khaliif cabdirashiid dhammaantiin soo dhawaada barnaamijyada waa inii kala qaadqaadaya barnaamijyada ma laysku dhex dari doono haduu ilahi sheekh umul wuxuu rabay inuu muxaadaro ku qabto magaalada muqdisho culammadii soomaaliyeed qaar ka mida waa diideen waa dalaacayeen maxaa ku soo haray wasiir khadiijo iyada laftigeeda waa wasiirka dhallinyarada ciyaaraha iyada laftigeeda waxaan ka ogahay malayta maxaa yeelay khadiijo shaqadeeda waa lagu haystaaba khadiijo wasiir khadiijo shaqadeeda waa lagu haystaaba magaaladan haddii banaanbax ka dhacayaan haddii sports lagu qabanayo haddii maxaadarooyin lagu qabanayo waa in lasoo maraa wasiir khadiijo sharcigaa sheegaya sharci xilkeediiba dadaa ku haystaba wasiirka waqaabta oo diinta lagu leeyay wasiirka waqaabta diinta waxgelinaa leedahay adigu waxgelinaa leedahay dad isku soo bixin maliy dhallinyarada wasiira iskale wasiir khadiijo shalay xilkeeda u banaa banaaneed markuu yariisoo joogay iyo dad kale hadda waxaa moodaa xilki in lagu haystaba maamulka gobolka banaadir shaqa uu iska qabsanaya oon wasiirka aan la ogeysiin ani waxyaabahaasoo dhan waa an aada uga soo horjeeda in laysla shaqeeyo oo si wada jira laysla shaqeeyo wasiirka oo qaabta oo diinta waxaa looga yimid inuu wacyigelin ama culumo soomaaliyeed ay qabtaan wasiir khadiiji u yeeraya wasiir khadiiji kala tashanaya waa baxayaa duqa magaalada u tegaya waa gobolkii banaadir waa kala tashanaya si wada jiraan loo ilaaminaya bal marka gareys qof walba wuxuu rabaa inuu wuxuu rabaa iska sameeyo wax uu rabo magaaladan horaanku ugu sheegay horaanku ugu sheegay waxa waaye nin xilkiisii lagu qabsanayo waxaa arkee wasiirka waa faafinta oo amniga ka hadlay wasiirka waa faafinta oo amniga ka hadlay dowladda markay qoraal soo saartaa oo madaxweynaha iyo wasiirka amniga qoraal soo saaraan in wasiirka war faafinta loo gudbiyo uu shir jaraa iduu yihahdo madaxdii dalka ayaa saas sheegtay inuu yihahdo laakiin laba xabadood markay dhacaan wasiirka war faafinta hadlay maa balaaya isku dhex yaacsan waxa waaye shaqooyinka khayr dadkii uma kala saarin waxaan rabaa qof walba muwaadin soomaaliyeeda inuu ogaado fidioga sheergaree pliase waxaan rabaa marka sheekh umul khilaafa ka yimid khilaaf siyaasadeeda ka yimid meeluu sal ku hayan anagu ma naqaano laakiin waxaan rabnaa in wax walba si wada jira lagu dhameeyo wasiirka waqaafta diinta wasiirka dhallinyarada duqa magaalada inay isku tagaan si cilaamaysan dadka loogu wacyigeliyo annagoo ka dhallinyaraysan annagoo weli dhallinyaro yaryar oo aqoonteenu weli aysan meesha ugu sareysa aysan gaarin iyo da-deennu ayaan wax walba fahamsannahay wax walba aan fahamsannahay waddadan markaa dhisa dariska inaa u sheegtido haddaad tiraa guri ciddoodan hor qodanaya ma qodi kartaa lagu leeyay horteen ord hortaada qodo laakiin markaa ciddaan intaa u tagto aad tiraahdo waddada aan danaa noogu jirta inaan biyaha iska moosam oo geeska gees lacagaan isku darsanna waa dhisana dadkaa kuusoo dhoweynayaan oo kusoo dhoweynayaan markaad wadatasha uga tagto laakiin qof walba sportsaa la qabanaya maamulka gobolka iska aadaya wasiirkii sportska dhallinyarada wax laga wargelinaya ma jirto waa waxyaabaha isku dhex yaacsan oo aan ummadda soomaalida rabay inaan ka wacyigeliyo maxaa kaloo jira
dilkii almas waa inii soo wadaa fideoga la sheergareeyo fideoga haddaan la sheergarayn labaatankan qofood waa ku soo gabagabeynaya wallahi been ma inii sheegiyo dilkii almas booliiska soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya bayaani ka soo saartay bayaankaas iyo meesha la geeyey iyo waxaasoo dhan waa kula wadaagaya fideoga sheergarey waxaan rabaa inaan barnaamijyada inii kala saarsaaro madaxweyne Uhuru Kenyatta weli dhaqankii ama sharcigii soomaaliya ama saxiixii soomaaliya weli muusa dhaqan gelin waxaad ogaataa in idaacadaha iyo dadka been loo sheegiyo idaacadaha iyo dadka amaasanta tanki idaacadaha iyo dadka in been loo sheegiyo ogaada kenya weli waxaynu u haysaa dhibaatan u haysaa ma rabto soomaaliya horumarkeeda ma rabto ma rabto inay diyaaradihii toos loo aado in safaaradihii lasoo celiyo inay kismaayo dowladda ku wareejido ay iskaga baxaan elboorka in xiriirkii labada dal lasoo celiyo bal warkayga dhegeyso waa idaacaday ka tahay maahe wax la dhaqan gelinaya ma jirto ilaa kiiska badda uu dhinac u dhaco ilaa kiiska badda uu dhinac u dhaco bal warkayga sifaa u dhegeyso waxayna ka codsanaya inaan fiidoga sheergaraysiin kismaayo marka kismaayo weli waa sideedi ciidamadiina welina sidee u joogeen ciidamadii la rabay in lagu wareejiyana awseerka kismaayo joogeen weli ma dhaqan gelin weli wajeer waa diyaaradihii magaalada muqdisho saaki ka baxay wajeeray aadeen saaki diyaaradihii magaalada muqdisho nairobi socday wajeeray aadeen wajeera dadka saaki lagu baaray one weekna waa dhammaaday qof walba intaas ogow inay kenya cadow kuu tahay ay rabto inay iskaga kaa dhigto daris walaalaha laakiin maraa maraa inay ka qoobadayn doontaa hadduu ilaahay irahdo wallahi maray ka qoobadayn doontaa dhibka ay noo geysanayso maray ka shanlayn doontaa kenya dhib uma geysan karto elatri dhib uma geysan karto waddan dhisan oo ciidankiisi wixiisaysa kuma xad gudbi karto soomaaliya burburka iyo siyaasiyiinta xunxunka dalka looga faa'iidaysanaya siyaasiyiin xun oo dalkii aloshood u shaqaystayaalaa dalkii iska jooga oo ay qaadanayaan waxaan rabaa marka maxaan ka soo kordhay dilkii almas booliiska soomaaliyeed ilaa xalay ilaa maanta ilaa xalay ilaa saaki ilaa duurkii haddaan kula hadlayo baaritaan ayaa socday oo booliiska soomaaliyeed ay ka wadeen dilkaas qaabka u dhacay bal warkayga si fican u dhegeysta waxaan u malaynaya inaan la sheergareynayn fideoga oo dadka ay sakaceen almas caawan ka dhigana hadduu ilaahay raad barnaamijka markii oo la sheergareeyo ayaan warbixintiisi iyo warbixinta booliiska websaydada ka raadsada anigu waxaana siin doonaa hadduu ilaahay raad caawa marka waxaan rabaa inaan barnaamijyadaas aan uga hadlo xaawiyarey marka sorry xalimiyarey xalimiyarey maxay tiri xalimiyarey waxay tiri haddii baarlamaanka soomaaliya uu sharciga doorashooyinka ansixiyo xalimiyarey haddii sharciga doorashooyinka baarlamaanka soomaaliya la ansixiyo bisha maars ee sanadka cusub codayntii dadkaa la gelaa tirkoobkii dadkaa la gelaa bal warkayga si fican u dhegeyso bal warkayga si fican u dhegeyso qof walba muwaadin soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dilkii almas dib aan u dhigtay ilaa fideoga la sheergaray wallahi ma ini sheegay beenna ma ini sheegay labaatan qofood iyo soddon qofood waxba inkugu sheegi maa hadduu ilahay irahdo maxaa yeele aniga xoogaa inii soo raadinaya ininkana waa iskay daawanaysa fideoga qof walba ha sheergaray xalimiyarey waxay sheegtay in baarlamaanka soomaaliya uu waraaqadihii iska haysto si uu ugu aadiyo kala guurka maxaa yeelay sanadkii dowladdan u harsanayn waa socdaa sanadkii dowladdan u socdayna waa socdaa qof walba muwaadin soomaaliyeed ogow haddii la ansixiyey tiri waa haddii la ansixiyo sharciga doorashooyinka maarso sanadka cusub ayaan codayntii dadka gelinaa si dalka loo gaarsiiyo qof iyo cod waa xalimiyarey waa guddiga doorashooyinka maanta v o a day b b c da waraysi ay siiday ayay ku sheegtay in haddii baarlamaanku ansixin waayena soomaaliya aysan doorasho cod qof iyo cod ka dhici doonin waxaad ogaataa marka siyaasiyiinta iyo baarlamaanka soomaaliya inaysan rabin in dalkan doorasho qof iyo cod ka dhacaan laakiin ogaada madaxda soomaaliyeed iyo mucaaradka halkan fariinaha ugu faraya ha ku xisaabtamin in dalkan doorasho ka dhacdo dalkan inay doorasho ka dhacdo ha ku xisaabtamin faraha laisla gelayaa waa la isdilayaa waa la banaanbaxayaa tuuriyaa dhacasa baarlamaanka laisku gelayaa madaxtooyadaa laisku gelayaa haddaba qof walba intaas ku tasho haddaad dowladda taageersanayd iyo haddaad mucaarad ahaydba intaas ku tasho haddii doorasho qof iyo cod dalkan ka dhici weyso shacabka soomaaliyeed danahooday ka tashanayaan qof inuu kursi kusoo noqdo rabo iyo qof inuu isaga danihiisa rabo inuu dalkan ku
كعبريو قفل به دقي سوركي قفينو كعبريو رب والله وبالله وطلع دلنجنا أنا قد ماتي دلنجنا معلوم ربنا قد ماتي أو كونا قرح بأور الله وحرا كونا نمانا هو بسنة دلن كونا من أسكري أدلن دتك ويتشن دوران قبل كبنادر دجن دتك قبل كبنادر دجن ويتشن دوران ويكي دوران بروركي يزيف عنديس هدي الدور الشلا الشعب كإيران لو قبوين بالوركي ريس معارضة ودن ومد الصومالي ده ربعنا وحشل معارضة ودن إيه حلبان ودن وحير ربعان إن دل كان دور الشيء كد عضو أو برلمان كأو دورته إيكم أي جوغان ومدكر الصدان أنك أو مستقبل كان أو مستقبل كان أو دل كان مستقبل كيس أو ومستقبل العون ومستقبل الآن وحين كل سنة في دوغات شرقري أسحبتين اللي وداي قفل بإنت سؤال والله بين ما كل شيء والله وحكم الدين ومجيد يا وحكم الدين ومجيد وعرف أمرك قفل بوا موادنا يداوني في دوغات شرقري ولا محمد عبد الله فرماجي غيره ولا معارض ولا حلبان وهذا وقتها الشعبان هاي آيتين كان مستقبل كان وكهلنا وأنا أقول لمن أنا والله أنا أدتك أنا يرضى أفكر حن هنا أغلي حن والله فيك كاسا قمنا وجهادنا ودقالمنا ودمينا وحافي عن إنا حياتي إسكا قد نمتو إنا دل كان إنتي دليين اللي بانا إني من دنتو دوتا إني كوش غيس الله إن قفل بدل كانو كتن ورد ورد قد دي دور الشوينك بارلمان كي كانين وراغذي أنسينت دل كان إن قفي عدل قرسي مجلت مينا لسكري برمانك صوبالي مالين والبوحة عن دنت الدلك وجيرني كدودية وحي هاد اللي يمادين اللي أنك واجوه إنها مدحوينها يقدميها برلمانك عضان قليلنا بلورك يسيب عن دقيس واجوه إنها أنك واجوه إنها برلمانك عضان سيفي عنو قليلنا قفي عضان قليلنا معيني هذا وحي لمتهاي هادي محمد عبد الله فرماجه وحي اللي بار نبضان دولده كوهستو أي برلمانك يددك كو غصبانين وعضقلو وحكوا فإذا أنا وجدت حلب أنا أندرك إني سيجوا عن محيط قفل بوا مواد الصومالية أنت سقو وعرف أمرك قفل بوا إداوني قفل بوا إداوني أنت سقو هذا قفل بوا إداوني أنت سقو هذا حلميري وحيت البرلمان كي الصومالي وركي يسمع نيس حلميري وحيت البرلمان كي الصومالي وركي ريس برلمانكي صومالي ايا وراقدي دورشوينك يالان وراقدي دورشوينك يالان برلمانكا لغربا انو انصحي برلمان انصحينا يد مجد الكاس او قد دلكي ولا شيء المس هدو الى يرادو بوليسك الصوماليات هران وين خوشا ايران انتان يالله فقفنا او شيء دون هدو الى يراد بوليسك الصوماليات ايا وركا صوصاري وركاسنا دو الى يراد عاو الليف كي قدن بي ايان ayaan aan ku soo dari doonaa duu ilaahay live-kiiga dambe ayaan ku soo dari doonaa haduu ilaahay markaan dad badan helo Kenya wali ma furin oraan ku sheeg kiiskaas wallahi ma furay oraan ku sheeg ama 20 qof oo gaar ama 10 qof oo gaar waligaa ma furay kiiskaas and in baritaanki guushii xalay laga gaaray ee booliska Soomaaliyeed ee qaabka hadda natiijada ay marso ee meesha natiijadaas lagay waxa soo dhan caawan live-kiiga dambe uga dhigi doonaa duu ilaahay markaan dad badan helo and Kenya wali ma furin Kenya wali xuduudki ma furin ولي وجارة دتك آديان محمد عبد الله فرماجي انتاز وقارسية محمد عبد الله فرماجي انتاز قارسية ولي وجارة دتك وآديان ساقة دي أرضي كبعض وجاري آد أو هشيس كي لقال مرك وهشيس أنجنو هشيس أنجنو وكينينا رالي كما قفل بنا وقنا أنا قنا وقنا أنا قنا هرا وقنا هران كوشي وكينيني سموحان أي سن رمك أهم أي سوكس إلا بد إلا كيس كبد وملغو كيني وحربتا صومالي إني نيروبي وحربتا إني قادتو كسمايرن كسمايرن إني قادت هربتا دات كينياتي وكالله يالعركي دات كالو
شيدا كجر وما سنتا شيدا كجر ما يدك قارو اسك مقين شقي ود جرين مركا دو الى يرادو ان محل لها ان كسمايو مانتا ارتاسا او وينيد او ولي كسمايو كينياتي مو اوريجين عيدمدي امسون كوم اوريجين شق ام الله ارنتي سي بنامبخي غلاف بدنا كتاغن او وزير قدي جو كادش اني سوركين علمادي قار كميد وا ديدين ان محل دهي حليميري وحي شكتي ان ولي بارلمانك الصوماليا اوسن انسحين قدقي دورشوينك وهدو الى هيراد وحي كسوكر برامشه داس دو الى هيراد وكلو وداقي دونا ولكن مسكين عاود غبرتين برامشه تيالي برامش كان برامش حيقايا نوبر الله وحينك قتقيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.